عصيان كلنا دونك حبيها في دول أقصاك وترابك يا فلسطين الأبية ما نبيعك يا العصيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تشوفون شاشة تلفزيون قطر. نلتقي معاكم في حلقة جديدة من برنامج في الضحى. اليوم مجهزين لكم مجموعة من المواضيع الجميلة، أتمنى أنها تنال على إعجابكم. وما ننسى دائما ندعي لأنفسنا ولعيالنا والمسلمين كافة في جميع بقاع الأرض، اللهم أنصرهم واحفظهم وسدد رميهم وين ما كانوا. آمين. أكيد صبح عليك أختي حنان وصبح على مشاهدين شاشة تلفزيون قطر، ونرحب فيهم في برنامجهم برنامج في الضحى. ومثل ما ذكرت زميلتي حنان، دائما وأبدا قطر يعني من خلال قيادتها ومن خلال الشعب والمقيمين في دولة قطر دائما نقف بجانب الشعب الفلسطيني، دائما نقف بجانب القضية الفلسطينية المهمة لجميع المسلمين لجميع العرب. وبإذن الله النصر قريب، وبإذن الله يعني دائما ندعو رب العالمين بأن يخفف آلامهم، بأن يشافي جرحاهم، وأن يرحم الشهداء. لذلك يعني يوميات الموت الطافح بين البيوت والشوارع والأزقة ما زالت تحاصر أهلنا في غزة، تباغتهم، تحاول أن تقتلع صبرهم من نفوسهم وأن تطرد الإيمان من قلوبهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون موتهم اليومي بمزيد من الصبر والرضا بقضاء الله وقدر، ليجسدوا صورة الصبر في شخوصهم في ألسنتهم التي ما زالت تقول الحمد لله. الحمد لله أنكم فينا يا أهل غزة، الحمد لله أنكم بيننا وأننا منكم وأنتم منا، الحمد لله أنكم صرتم مدرستنا السلوكية الأولى ومدرستنا القيمية التي ننهن منها كل يوم درسا جديدا. أيها الأحياء الكاظمون على جمر المعاناة صبرا، فقلوبنا ترحل إليكم كل يوم وساعة ولحظة، تتمنى أن تحل في ساحتكم لتخفف عنكم الأوجاع وتقول لكم نحن معكم دائما وأبدا. يعني فعلا حنان اليوم يمكن المشاهد اللي احنا نشوفها يوميا في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة مشاهد صراحة من الصعب أن الواحد يشوفها، من الصعب أن الواحد يشوف هذه المشاهد وما يتأثر. احنا اليوم ما نتكلم يعني جانب إسلامي، ما نتكلم جانب ديني، اليوم الجانب الإنساني لابد أنه يكون حاضر في مثل هذه القضايا بالتأكيد. لكن أيضا من الجانب الإسلامي يمكن قضية فلسطين هي السبب أو الشرارة الأولى لنخبر فيها العالم جميعا بأن إحنا أمة محمد، أمة لن تسكت عن الظلم ولن ترضى بأن يموت مسلم بدون أي ذنب، ما راح نرضى بسفك الدماء، ما راح نرضى بالإبادة. مو بس عشان اليوم، لا، إحنا قاعدين نجهز للمستقبل إن إحنا فعلا مجتمعات إسلامية قوية لنا كلمتنا. والدليل اليوم توحدنا في صفوف مع بعض نواجه هذا العدوان، سواء بالمقاطعة، سواء بالاستنكار، بالدعاء، بكل ما نملك. أيضا يمكن هذا الجانب المعنوي، أيضا نحاول أن إحنا ندعمهم بالجانب المادي بتبرعاتنا من خلال الجمعيات الخيرية. أكيد، وعلى هذا الأساس يعني مجتمعات العربية والإسلامية مجتمعات حية. لذلك إحنا اليوم نشوف يعني هذا التكاتف، هذه الجهود، سواء كانت هذه الجهود على مستوى الدولة أو على مستوى الشعوب، سواء كانت هذه الشعوب في الدول الخليج أو الدول العربية أو الدول الإسلامية من أجل قضية فلسطين والوقوف بجانب أخواننا وأهالينا في غزة. يعني فعلا اليوم احنا شفنا تكاتف مثل ما ذكرت زميلتي حنان، تكاتف من جميع شعوب العرب لدعم بكل الطرق، بكل يعني الأمور اللي ممكن الواحد يقدمها لأخواننا في فلسطين. لذلك مشاهدين الكرام، يعني احنا في برنامج في الضحى دائما وأبدا راح نقدم لكم مجموعة كبيرة من أهم المواضيع المختلفة، وأكيد مع ضيوف مميزين. ولكن حنان، ايش رايك
ناخذ المشاهدين في جولة لأهم الصحف المحلية من صحفنا، وأول خبر من جريدة الوطن. دولة قطر تعلن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة. دولة قطر تعلن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، وتؤكد دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق. يعني احنا بدورنا نشكر صراحة يعني المسؤولين و اللي يعملون في الخارجية عندنا وفي هذا السلك وفي هذا المجال، ونشكرهم على هذه الجهود اللي كانت يعني بشكل مستمر للوصول لهذا الاتفاق، للوصول لهذه الهدنة. تعرف نايف، أنا جدا سعيدة وفخورة أني أنا أنتمي لدولة قطر، إلى هذه الحكومة الرشيدة، والحكومة دائما القيادة الرشيدة دائما هي رزق ونعمة، واللهم لك الحمد أن إحنا عندنا مثل هذه النعمة، اللي ما رضوا بس أن يوفرون الرفاهية والسعادة والاستقرار والأمن والأمان لشعوبهم فقط، إنما يسعون إلى توفير الأمن والأمان أيضا لباقي شعوب العالم بمختلف جنسياتهم، بمختلف دياناتهم، بمختلف ثقافاتهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ننتقل إلى خبرنا الثاني من جريدة العرب. جريدة العرب، مؤتمر دولي يستعرض دور الجامعات في حوار الثقافات. تستضيف جامعة قطر مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023 تحت شعار التعليم العالي ذو التأثير، أهمية التعليم بين الثقافات والحوار، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الحالي. يتضمن المؤتمر عقد جلسات تفاعلية مع أكثر من 100 رئيس جامعة و40 متحدثا أكاديميا، ويناقش كيفية تأثير الجامعات حول العالم على تعزيز التواصل والحوار بين الثقافات، كما يسلط الضوء على تأثير التحديات الجيوسياسية على هذه الجهود وتأثيراتها الواسعة على المجتمعات. ويتضمن المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة عدة محاور، منها الضرورة الثقافية في عالم يتجه نحو التراجع عن العولمة، وفتح المعرفة لصالح الإنسانية في عالم مترابط، وتأثير الجغرافيا السياسية على مستقبل التعاون الدولي، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات العمل المختلفة. أكيد حنان، يعني يمكن مثل هذه البرامج أو المبادرات جدا مهم، خاصة في يعني التعرف على الثقافات وأهمية الحوار بين الثقافات. مشاهدين الكرام، نبقى معاكم من جريدة العرب أيضا. أنا باحث يكرم أصحاب المشاريع المتميزة. اختتم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب الدورة 23 من برنامج أنا باحث للسنة 13 على التوالي، في حفل أقيم بمبنى مجمع البحوث بجامعة قطر. جرى خلال الحفل الإعلان عن الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم عن مشاريعهم البحثية المميزة، وبلغ عدد الأبحاث المشاركة 4 أبحاث لأربع مدارس من المرحلة الثانوية، وهي مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، بالإضافة لمدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، ومدرسة المهل للبنين، ومدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية للبنات. يعني احنا نبارك للفائزين في هذه المسابقة أكيد. واليوم لما نتكلم عن المجال البحثي والاهتمام الكبير وهذه الثقافة، ثقافة البحث خاصة عند طلاب المدارس،
فهذا دليل على يعني جيل عند الرغبة أنه يقدم لهذه الدولة في مختلف المجالات، لكن على أسس علمية، أسس بحثية، والاستفادة من هذه الفرص اللي موجودة حنا. أكيد. وننتقل إلى الراية على مدار يومين 28 و 29 الجاري، ريم السليطي للراية قمة وايز تبحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التعليم. أكدت ريم السليطي مدير أبحاث في وايز إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر أن النسخة 11 من قمة وايز التي تنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم 28 و 29 نوفمبر الجاري تركز على تعزيزات الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي. وقالت في تصريحات للراية أن القمة تجمع عدداً من أبرز الشخصيات الناشطة في مجال التعليم والتكنولوجيا والابتكار لإطلاق نقاش معمق حول التأثيرات التي يمكن أن تتركها تقنيات الذكاء الاصطناعي على المشهد التعليمي في العالم. وجميل أن إحنا اليوم كل أخبارنا عبارة عن إنجازات لجهات مختلفة لكن في مجال التكنولوجيا. أكيد، وخاصة نحن لما نتكلم عن قمة وايز، يعني هذه المبادرة القيمة صراحة من مؤسسة قطر. لذلك احنا اليوم نشوف يمكن حديث العالم كله عن الذكاء الاصطناعي وأهمية التكنولوجيا وأهمية مواكبة هذا التطور، وأكيد من خلال يعني هذه القمة، قمة وايز، ومن خلال وجود عدد من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، فأكيد راح تكون لها فائدة كبيرة على دولة قطر. ونروح معكم إلى خبر آخر من جريدة الشرق. الداخلية تشارك في مهرجان الطفولة السنوي بجامعة قطر. شاركت وزارة الداخلية الاثنين في المهرجان السنوي الذي نظمه مركز الطفولة المبكرة بكلية التربية في جامعة قطر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يقام هذا العام تحت شعار المهن والشغف، جسر الأطفال نحو المستقبل. حضر المهرجان العميد دكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم محمد أحمد المعرفي مساعد مدير عام الدفاع المدني، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات. وقد شاركت إدارة الشرطة المجتمعية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة شرطة النجدة الفزعة في المعرض المصغر الذي أقيم على هامش الفعالية، كما قدم قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية عرضاً للكلاب البوليسية. يعني هذا الاهتمام اليوم في هذه الفئة، فئة الأطفال، نابع من صراحة من ثقافة، من ديننا الحنيف. لذلك احنا اليوم نشوف هذا الاهتمام الكبير للطفل، فأكيد احنا نشكرهم ويعطيهم ألف عافية. أيضا أنا عندي خبر متعلق بالأسرة وأهمية الأسرة من جريدة الوسيل مريم المسند. احترام مؤسسة الأسرة أهم مقومات النهوض بالمجتمع. قالت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إن أهم مقومات النهوض بمجتمعنا هو احترام مؤسسة الأسرة التي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي والتكامل بين دور الرجل والمرأة، وحول تجربة سعادتها في الموازنة بين أدوارها المهنية القيادية والأسرة استطرد ضمن جلسة نقاشية بعنوان حوار مع شخصية قيادية مع طالبات جامعة قطر، قائلة أن أهم تحدي واجهني خلال مسيرتي هو الموازنة بين دوري في العمل ودوري كأم، فالمرأة هي قائد في منزلها في الأساس، ومن ثم يأتي أي شيء آخر. وأهم إنجاز يمكن لأي مرأة أن تحققه هو نجاحها مع أبنائها وتنشئتهم وتربيتهم وتغذية عقولهم وأرواحهم. يعني حنان، اليوم مع هذا التطور اللي احنا قاعدين نشوفه، الكثير يمكن يشتكي ويعاني ويتكلم، يقول ان في صعوبه في عمليه التوازن بين الاسره داخل البيت وبين العمل او الحياه بشكل عام. لذلك اليوم من المهم ان يكون في توازن، وان الاب والام يكونون حريصين بحيث انهم يوازنون بين الحياه داخل البيت وخارج البيت. وبس ترتيب الاوقات واعطي الاولويات، اهميه للاولويات بالضبط. عندي وين اولوياتي وين اهمها، وبعدين كل ولازم نقدم تضحيات. ولازم نقدم اكيد تضحيات. والتضحيات ما تكون على حساب عيالنا. أكيد، يعني فعلا مشاهدين الكرام، لذلك مهم أن احنا اليوم
نحرص على الأسرة دائما يعني، وهذا الشيء اللي يؤكد عليه الخبراء والمختصين في هذا المجال، تقدم الأمم أو تطور الأمم دائما يبدأ من الأسرة. مستمرين معاكم احنا مشاهدين الكرام، ولكن نطلع معاكم هذا الفاصل ونرجع. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، ومستمرين معكم لتكملة باقي فقراتنا وإلى موضوع آخر، حيث تتوالى الإنجازات القطرية من مختلف المجالات والتي يحققها أبناء هذا الوطن. واليوم نتحدث عن إنجاز رياضي جديد، حيث أحرز الفارس القطري عبد الرحمن عيسى آل إسحاق الميدالية الفضية، وذلك في رياضة الرماية من على ظهر الخيل، وذلك أثناء مشاركته في النسخة الرابعة لبطولة طريق الحرير لدول طريق الحرير والتي أقيمت في إيران. وللحديث أكثر عن هذا الفوز ينضم إلينا الفارس عبد الرحمن عيسى آل إسحاق، مشرف إداري بمركز فرسان الرمي. بداية نرحب فيك ونبارك لك على هذا الإنجاز. الله يسلمك عبد الرحمن، كلمنا عن مشاركتك. نعم، المشاركة هذه كانت تقريبا ثانية أو ثالث بطولة دولية لي في هذه الرياضة، والحمد لله توفقت فيها. يعني يوم دخلنا المسابقة كنا داشين كأنه معسكر تدريبي، نتعود على نمط البطولات، نشوف الأجواء شلون، المسارات المختلفة، الخيل شلون تختلف في بعض الدول الأسيوية وفي دول أخرى. فالحمد لله يعني كانت المسابقة هذه الميدالية في مسابقة القبق، وتفاجأنا يعني صراحة بالميدالية الفضية، يعني الحمد لله توفقنا يعني. الحمد لله. طيب عبد الرحمن، لو تكلمنا أكثر عن هذه الرياضة، رياضة الرمي خاصة على ظهر الخيل. أكيد يمكن أنا عن نفسي صراحة ما عندي معلومات كثيرة، رغم أن هذه الرياضة اللي أعرفها أنها رياضة قديمة. صحيح. فيعني له تاريخ طويل جدا، فلو تكلمنا وتعطينا تفاصيل أكثر عنها. أكيد أكيد أبشر. احنا جبنا يعني بعض الأدوات هني. طبعا بشكل أساسي الرماية من على ظهر الخيل عبارة عن ربط رياضتين في رياضة واحدة. إذا تبغي توقف عبد الرحمن ويعني تأخذ راحتك فالأمور طيبة، ما عندك مشكلة. فهي طبعا أولها اللي هي الرماية. نعم. بالقوس والسهم، والثانية اللي هي ركوب الخيل. واضح. فالأدوات اللي احنا نستخدمها اليوم عبارة عن أدوات تقليدية لكن مصنعة بمواد حديثة. نعم. فمثال على ذلك يعني مثلا هذا القوس اللي أنا استخدمه في البطولات واللي استخدمه في التدريب. نعم. هذا القوس اللي استخدمته في البطولة الأخيرة، بطولة طريق الحرير. نعم. نعم. ومن ناحية تاريخ الرياضة. نعم. يعني ممكن احنا نجيب تاريخ الرياضة من خلال الكنانات هذه. الكنانة هذه اللي تحفظ الأسهم. واضح. سواء للرامي أو للفارس الرامي. نعم. وكمثال هذه الكنانة تاريخها يعني عريق جدا، يرجع للدولة المملوكية، يرجع للدولة العثمانية، حتى ممكن يرجع للدولة الأيوبية حسب بعض الاستكشافات. نعم. وأيضا الترتر استخدموا نفس هذه الكنانة. هذه الكنانة يعني طبعا تعلقها على الحزام وتكون على الجهة اليمين للفارس. هذه تحديدا كانت تستخدم في الحرب والقتال أكثر، لأن حكم وجودها على الجهة اليمين، إذا طاح الفارس من على صهوة جواده، الأسهم ما تؤذي الفارس. واضح. وتسهل له الحركة إذا كان لابس الدروع وإلى آخره. نعم. أما هذه الكنانة، هذه اللي إحنا اللي تكون على اليسار هني على هذه الجهة من الوسط من الجسم، هذه اللي إحنا نفضل نستخدمها في المسابقات اليوم. نفضلها لأن سحبة إخراج السهم منها أسرع بكثير من هذه الكنانة، لكن عيوبها أنها ممكن شوي تخل في الحركة، تمنع من سهولة في الحركة، وتاريخياً كانت تستخدم للصيد أكثر. واضح. يعني عندنا بعد أسهم مختلفة، يعني في بعض الأسهم بالذات اللي تقام في تركيا، تشترط عليك أنك لازم تستخدم مثلاً الأدوات من مواد طبيعية. واضح. مش من مواد. نعم.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هالسهم هذا يذبح؟ يعني إذا استخدم بشكل خاطئ أكيد يعني يموت الإنسان منه. إذا على حسب دقة الإصابة. يعني خطر، مو بشيء سهل. أيوة صحيح. ليش تبغين تستخدمين يعني؟ لا بس يعني كنت أشوف المسلسلات التاريخية ودي على طول من يضرب السهم يموت. لكن أنا صراحة شخصيا توني أتعلم أشياء الصراحة جذبتني عن نصول الأسهم اللي هو يجي في آخر السهم نفسه. في نصول كانت تستخدم لمثلا أخذ الرهائن، مثلا إذا يبي أخذ رهينة ما يأذي الرهينة. يعني مثلا إذا ضرب السهم في مكان معين فقط مثلا يجرح اللحم، لكن ويكون استخراج السهم سهل، يعني استخراج السهم ما يأذي. عكس نصول النصول اللي تستخدم على أسهم الصيد، ما جبتها معي اليوم. لكن نصول الصيد طبعا لان انت تبين الفريسه انها تقع ويعني مثلا ما تقوم. فاستخراج السهم منها اذا ضربت الفريسه ممكن تسبب اذى اكثر. فحتى طريقه الاستخدام، طريقه التصنيع يعني جدا جدا دقيقه كانت. طيب عبد الرحمن، يعني معناته ان الرياضه هذه تحتاج الى مهارتين او اكثر من مهاره، يعني مهاره الرمي ومهاره ركوب الخيل. تكلمنا أكثر عن هالمهارتين. نعم، طبعاً هذه المهارة بحر والمهارة هذه بحر، ودمجهم مع بعض أيضاً هذا يعني محيط. لكن بشكل أساسي إحنا يعني دائماً نحاول نبسطها حق أي واحد يبي يجي يتعلمها. أساسياتها الصراحة جداً بسيطة، و نعلمهم يعني مثلاً أساسيات الرماية من خلال الأركان اللي إحنا مثلاً حصلناها في المخطوطات المحققة وإلى آخره. فركوب الخيل يعني أنا ودي أبسطها، ما أبي أطولها. هني بس ما أقطع كلامك. بالخير، إحنا قاعدين نشوف بعض اللقطات بالصور. لو تكلمنا أكثر يعني على أساس أن الصورة تكون واضحة للمشاهدين أكثر أخوي عبد الرحمن. هذه يعني في البطولة نفسها. هذه أثناء التتويج. هذه أثناء التتويج نعم. كلمنا أكثر عن البطولة عبد الرحمن، يعني كيف كانت المنافسة، كيف كان، كم كان عدد المشاركين، الدول اللي شاركت في هذه البطولة؟ والله أنا هدفي يوم رحت كنت بركز أكثر على الفريق الإيراني اللي موجود هناك، لأن ما شاء الله هي أول دولة في الشرق الأوسط اللي بدأت هذه الرياضة، وعندهم أكاديمية اللي هي الأكاديمية الفارسية للفنون الفروسية القتالية. نعم، ف ما شاء الله جدا متطورين في هذا المجال، ولا شك ان فريقهم من اقوى 5 فرق في قاره اسيا. فالاستاذ او المعلم اللي موجود هناك هذه كنانتا، صراحه جبتها يعني من هناك من اخر بطوله. نعم، كان هدفي ان انا اروح اتعلم منهم اكثر. فيوم انا رحت البطوله هناك يعني يسألوني أهلي يسألوني ربعي شلون كانت البطولة، أقول لهم والله دخلت أنا ما كنت أشوف أجواء البطولة كثر ما أنا كنت أشوف نفسي، وكنت أحاول أني أنا أطور من نفسي. فالبطولة كانت قوية، بالذات المنافسة مع الفريق الإيراني. وإحنا يعني يوم دخلنا البطولة دخلنا نوع من أنواع، يعني أنا والمدرب الأستاذ فؤاد نوع من أنواع شوي يعني أن عندنا أخونا أبو مهند في غزة، فكان دائما في بالنا هو من نشر الرياضة هذه في غزة والثقافة هذه في غزة، ويعني له 3 من طلابه، يعني 3 أو 4 ما أعرف، الله أعلم إذا العدد زاد حاليا، يعني استشهدوا في القصف اللي قاعد يمرون فيه حاليا. فإحنا دخلنا في نوع من أنواع اللي ما بين البطولة، كنا داخل البطولة وكنا خارج البطولة، وكنا قاعدين يعني نجتهد في أن احنا نركز على اللي احنا نسوي هناك، والحمد لله يعني خرجنا نتيجة طيبة. لكن الأهم من ذلك الثقافة اللي موجودة في هذا الرياضة، ودنا أن احنا أنها تنتشر أكثر في قطر، لأنها مربوطة بتاريخنا الإسلامي. أكيد مربوطة بتاريخ المنطقة، حتى يعني متحف قطر الإسلامي حصل أشياء كثيرة موجودة عندنا في قطر، يدل على أن هذه الرياضة مرت بأرضنا بترابنا هنا في قطر. منها جثمان أحد يعني العرب في منطقة المزروعة، حصلوا يعني جثمان أحد عربي
مات بسهم بيزنطي، وبعد ما سووا عليه الدراسات هاي اكتشفوا ان هاي الجثمان تعود الى 100 ما قبل الميلاد او 100 بعد الميلاد تقريبا. فهذا دليل واضح ان هذه الممارسات كانت تمر على بلادنا قطر. نعم. شلون تشوف تقييمك حق مثل هذه اللعبه بشكل عام؟ خلينا نقول شلون تشوف اقبال الشباب؟ لان يعني شيء قديم، هل نعم. هناك فعلا اقبال يستهونها الشباب هاللعبه؟ اكيد اكيد، يعني مجرد ما انه واحد يجي يركب الخيل، يعني يركب الخيل ويضطر انه يعني مثلا يترك العنان ويركز على القوس ويركز على الهدف ويرمي، ومجرد ما يختبر او يعيش هذه اللحظه، يعني هو يعني ادمان الواحد لا يستطيع انه يعني ما يقدر يترك هذه الرياضه. يعني فوق هذا الخير اللي موجود في الرماية، والخير اللي موجود في الفروسيه كما نصت الاحاديث، كما نص عليها الدين الاسلامي. ف يعني لازم ان احنا نعتنق نفس هذه الهوايات اللي احنا مربوطين فيها من خلال ديننا ومن خلال عروبتنا. نعم. طيب عبد الرحمن، المسابقه نفسها يعني صحح لي المعلومه، هي عباره عن جولات. نعم. في كل جوله كم سهم انت ممكن تستخدم؟ طبعا في يعني مسابقات، يعني اشرح لنا حيثيات او سير المسابقه نفسها. يعني مثلا في عندنا المسار المتسلسل اللي هو عباره عن 3 أهداف، والمسار هذا يركز على 3 وضعيات اساسيه على الفارس او الفارس الرامي ان يجيدها، اللي هي الرمي الامامي والرمي الجانبي والرمي الخلفي. واضح. ففي هذا المسار الفارس له 3 دخلات. وفي المسار الثاني اللي هو القبق اللي هو رمي الصحن ورمي الكيكاتش اللي هو يكون تحت اسفل الارض في بدايه المسار، ولا الهدف الثاني اللي هو القبق اللي عباره عن صحن طائر بس يكون ثابت. فهذا الفارس له 4 دخلات فيها. ومن في اتحاد الواف اللي طبعا بطوله طريق الحرير كانت تحت تنظيم او اشراف الواف، تعتمد هذا المسارين بشكل اساسي. شنو الصعوبات اللي واجهتك خلال مسيرتك في هذه اللعبه؟ والله هي يعني ممكن احنا نقول اكثر شيء كان صعب علينا قله الدعم. يعني احنا مواجهين صعوبه، يعني هذه كلها بجهود شخصيه، يعني بدات يعني بجهود اخوي فهد المضاحكه، وانتشرت في كل دول الخليج، يعني استطاع انه ينشرها في كل دول الخليج، وبداها قبل اكثر من 10 سنوات. وما شاء الله اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه صار عندهم اتحاد رمايه، الكويت داشين قريب انه يكون عندهم اتحاد رمايه، واحنا لا زلنا متخلفين، يعني لا ما صار عندنا اتحاد الى الان. فلا زلنا احنا يعني مثلا نبادر بانفسنا بان احنا نجتهد ونشارك في المحافل الدوليه ونثبت انفسنا ان احنا لا ان احنا موجودين وان احنا نحب هذه الرياضه وان ودنا تكون جزء من ثقافتنا المعاصره اليوم، مش بس من ثقافتنا اللي مضت بإذن الله. طيب عبد الرحمن، يعني أنت اليوم أحد أعضاء مركز فرسان الرمي، كلمنا أكثر عن هذا المركز أو الأشخاص اللي حابين أنهم يلتحقون أو أنهم يعني يجربون مثل هذه التجربة بحيث أنهم ممكن يدخلون هذا الرياض. عفواً، عن المركز نفسه، وكيف نعم. ممكن الأطفال أو الشباب إذا يلتحقون. اللي حاب إني اللي يلتحق إيه في أكيد المركز. طبعًا إحنا عندنا يعني حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ممكن أي أحد يعني وده إنه يجي يجرب هذه الرياضة يتواصل معنا مباشرة. عندنا مركز خاص في منطقة الخريب، يعني مركز فرسان الرمي، ويتواصلون معنا إذا كان أحد مثلًا يحتاج يتعلم أساسيات الركوب، عندنا مدربين معتمدين ممكن يتعلمون من خلالهم ركوب أساسياته. إذا يبون يتعلمون الرماية الأرضية فقط، ممكن أيضاً نحن نساعدهم في أنهم يتعلمون هذه الرياضة، وبس يأخذون الأساسيات ويأخذون الدورة التأسيسية، ومن ثم يعني يشاركون في البطولات ويانا. أهدافك المستقبلية إيش تتمنى؟ إيش تطمح لك؟ والله يعني سؤال صدمتيني شوي في السؤال. سؤال حلو وما كنت متوقعه. يعني ممكن أقول الهدف اللي على المدى الطويل أني أنا شخصياً أرجع لثقافتي وأرجع لإرثي،
واني انا انقل هذا الميراث الى ابني. جميل. انا قبل ما اختم معاك ابغي اسالك هذا السؤال الاخير اخوي عبد الرحمن، اللي حاب يدخل هذا المجال تنصح انه هو اول شيء يتعلم على مهاره الرمي ولا ركوب الخيل؟ طبعا كل واحد مختلف عن الثاني. انا شخصيا افضل يبدا بالرمايه. لان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وان ترموا احب الي من ان تركبوا. جميل. فيتعلم الرمايه اول وياخذ الرمايه بشكل اساسي، لكن في ايضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الرمايه فليس منا، فان شاء الله من يتعلم الرمي يصمل ولا يهدها ان شاء الله باذن الله. نعم. خلصنا. أكيد كل الشكر لك الفارس عبد الرحمن عيسى الإسحاق مشرف إداري بمركز فرسان الرمي، وسعيدين إحنا يعني إن إحنا تعرفنا على هذه الرياضة، ونرجع نبارك لك على هذا الإنجاز وإن شاء الله تحقق العديد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل بإذن الله. الله يجزاكم خير. ما الله يسلمك. شكرا لك. إحنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام، ولكن نروح معكم إلى موضوع آخر عن جامعة كارنيجي ميلون والتزامهم بتمكين الطالبات والترويج لرحلتهن التعليمية، وخاصة في مجالات ريادة الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية. تفاصيل أكثر نشوفها معكم في هذا التقرير ونرجع لكم. At CMU, we are committed to empower female students to promote their learning journeys, particularly in the field of digital entrepreneurship, social commerce, and e-commerce. The university promotes the inclusive learning environment to ensure that students will have opportunities in engaging in experiential learnings and in order to turn their ideas into the real-world business. In my opinion, we need to further promote digital entrepreneurship education in Qatar. This is because in the future, entrepreneurships cannot be operated without the digital platforms. أنا طالبة في جامعة كارنيجي ميلون تخصص نظم معلومات، وهو تخصص يجمع بين علوم الحاسب وإدارة الأعمال، ويهتم بدراسة تصميم وتطوير وتحليل أنظمة المعلومات في المنظمات، وله عدة مجالات مثل تحليل البيانات، تطوير البرمجيات، وإدارة أمن المعلومات. اخترت دراسة في هذه الجامعة لأنها الجامعة الأولى عالمياً في تخصص نظم معلومات ولسمعتها المرموقة في المجال التكنولوجي. بالنسبة للفرص والتسهيلات التي تقدمها لنا الجامعة تقدم لنا عدة فرص مثل أخذ الصفوف في الجامعات المجاورة في المدينة التعليمية، وأيضا الحصول على شهادة معتمدة من قبل المقر الرئيسي للجامعة في الولايات المتحدة. وبالنسبة لمادة التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال، قدمت لنا الجامعة دعم كبير لنا كوننا طلاب في هذه التجارة، وأيضا أثناء إنشاء مشاريعنا فنظموا لنا معرض تجاري لبيع المنتجات والترويج لها. مشروعي هو عبارة عن متجر إلكتروني لبيع الحقائب القماشية المصنوعة من مواد معاد تدويرها، والتي تعتبر صديقة للبيئة لأنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقلل من استخدام الأكياس البلاستيكية، فبالتالي نحافظ على البيئة. أقدم في هذا المشروع عدة تصميمات متنوعة، سواء كانت مطبوعة أو مطرزة على الحقائب حسب اختيار العملاء، وتناسب عدة فئات من المجتمع سواء كانوا أطفال أو طلبة مدارس أو طلبة جامعات أو موظفين، وبأسعار معقولة تنافس أسعار السوق. بالنسبة للتحديات، واجهنا كثير من التحديات، منها تحدي اعتماد أفضل مورد لخدمات الطباعة والتطريز، فنحن نهتم بالجودة كثيراً مما أدى إلى تجربة عدة موردين واعتماد الأفضل بينهم. وكان هناك تحدي أيضاً بالنسبة لبعض العملاء، بعد اعتماد التصميم النهائي يتم إلقاء الطلبات. أنا شروق الدرويش. وأنا نورة سعدي. مشروعنا هو اسمه سوير لاينز، نبيع براونيز. بلشنا مشروعنا في سنة 2022 داخل حرم الجامعة، وبلشنا بنكهة واحدة. مع دعم زملائنا قررنا نحط نكهات جديدة بين كل فترة وفترة،
وإن شاء الله الله يوفقنا ونتوسع. أول ما بدينا المشروع أنه كان في مادة من مواد الجامعة في التخصص اللي إحنا نأخذه، فيعني كانت توفرت لنا مثلا مكان في الحرم الجامعي، وسوت وسوقت حق الإيفنت، وجونا العديد سواء من الطلبة من زملائنا. أول ساعة أول ساعتين خلص البراونيز والكل حبه، ومن بعدها مني إحنا بعد حصلنا دعم وقررنا نوسع، وقمنا حتى شاركنا في أكثر من مشروع من مشاريع قطر فاونديشن، ومن صدق كانت تجربة وايد حلوة، وإن شاء الله بعد إحنا نكملها إن شاء الله في المستقبل، ونشكر جامعتنا على هالدعم كامل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، والمرة هذه عندنا ضيفة جدا مميزة، يمكن من أصعب الأشياء تكون عندي لما تكون الضيفة صديقة وفي نفس الوقت عندها إنجازات جدا رائعة، قدمت الكثير في مجال الفن، في مجال الثقافة، في مجال الرياضة. وإحنا اليوم نتكلم عن بطولة البادل، هذه الرياضة اللي عشقها عدد كبير من الجيل الجديد وبدأوا يمارسونها وفعلا حققوا إنجازات كبيرة على مستوى الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط. إحنا ضيفتنا لليوم صاحبة شركة ترتيب شريفة الساعي. صباح الخير. صباح الورد، مرحبا ومسهلا. حياك. يا أهلا مرحبا. حياك الله معنا أختي شريفة. يمكن فعلا إحنا نشوف أن لعبة أو رياضة البادل منتشرة أو في إقبال كبير من أفراد المجتمع في قطر عندنا، وخاصة يمكن الشباب، لكن في الفترة الأخيرة شفنا هذه اللعبة تنتشر ويكون في إقبال من العنصر النسائي بحكم أنك أنت تمارسين هذه الرياضة، وبحكم أن يعني صارت هذه البطولة، كيف تشوفين ثقافة انتشار رياضة البادل بين العنصر النسائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على استضافتكم لي اليوم، سعيدة جدا لهذا الاهتمام من ناحية قبول الناس لرياضة البادل. أنا شايفتها هي كنت أحسبها هبة بصراحة، شوي الناس بتهب فيها وبعدين خلاص، لكن اللي بيّن معي الحين أنه صار فيه اهتمام أكثر، تدريب أكثر من ناحية البنات، من أن هي ما تقطع التدريب في هالمواضيع، تشارك في البطولات. اللي يثني أو نثني عليهم صراحة اللي هم وزارة الشباب داعمين وبقوة، المراكز التابعة لوزارة الشباب على رأس المركز الداني اللي أصلاً يعني كان هو مثل ما تقولين فكرة جات من عندهم إن إحنا نسوي هذه البطولة، وإحنا كشركة ترتيب دخلنا في الرعاية من حيث إن إحنا نقدم جوائز للمشتركات، إن إحنا ننظم لهم البطولة. ناهيك طبعا عن النوادي التابعة أو اللي هي أصلا قائمة على هالأساس، في نوادي اختصت فقط إن هي تقوم ببطولات أو تدريبات أو كملعب أساسا إنك تقوم فيه سواء كان إندور أو تجهيز المكان. فصار الإقبال عليه أكثر، صارت يعني افترضت علينا هذه اللعبة بصراحة بطريقة جميلة. هذه البطولة السنة الثانية على التوالي تقريباً. شوفي، هو البطولة الأولى إحنا قمنا فيها من ألف إلى الياء كترتيب، من كراعي رسمي للموضوع، كمنظم للبطولة، دخلوا معانا كثير رعاية من جهات ثانية سواء كانت صحية طبية مطاعم وغيرها، من ما بأنسى حد غيرها من الناس اللي دخلوا معانا في سبونسر لأنهم مؤمنين بهذه الرياضة، إضافة لكمية الاشتراكات اللي صارت في ذاك الوقت. أنت تتكلمين أكثر من 80 إلى 90 مشتركة، فهذا رقم حلو على أن إحنا أول بطولة كنا نسويها. حتى الصالة كانت مليانة. نعم، هذه الصالة كانت مليانة وإقبال وتشجيع وحب، في ناس ما كان عندها هالهواية بس شافت كيف هي ممتعة وفيها يعني تعطيش طاقة رياضية، يعني حتى هو تكنيك أكثر من هو حركة حلوة، هي اللعبة حلوة، فأنا بصراحة حبتها، بس طبعاً مو بكل وقتي لها، يعني أدوب ألعب وين وين، بس حاب أني أنا أكون لي دور فيها في أن أنا أطرح بطولات
جميل. طيب اختي شريفة، يعني من خلال إقامة شركة ترتيب لهذه البطولات، الهدف من إقامتكم لهذه البطولة، احنا اليوم نعرف ان يعني هذه الرياضة صار لها إقبال كبير، وفعلا احنا قاعدين نشوف يعني مش فقط إقبال ولكن في اهتمام حتى في التفاصيل، يعني في نوع المضرب، في نوع الله يعزكم الحذاء، في أمور كثيرة. فالهدف اللي أنتم تبغون توصلونه من إقامتكم لمثل هذه البطولة؟ شوف، هو الهدف السامي لشركة ترتيب هي أن احنا نكون قريبين جدا من الشباب في الطرح، في المحتوى، حتى في رعاية الأشياء اللي هم مهتمين فيها. احنا عادة نتجه إلى الفن والثقافة، ليش ما نروح للرياضة؟ خصوصا ان انا بشكل شخصي يعني احب الرياضه بشكل عام، بس لعبه البادل اصلا يعني ممتعه وفي عليها اقبال حلو، وليش ما احنا نكون داعم لهالفئه من الشباب، وخصوصا ان احنا في دوله تعتبر عاصمه الرياضه، فجزء كبير منا ان احنا نقدمه، او اقل شيء ممكن نقدمه ان احنا ندعم الدوله في هذا الشيء. بالعكس احنا نحب ان احنا نكون موجودين مع الشباب في هالامور، وإن شاء الله نحن متطلعين إلى أن نقوم ببطولات ثانية. أحب أنوه أن في لاعبات منتخب شاركنا. جميل. إيه، فاستضفنا أصلاً بطولة خليج أولى في الدوحة أظن أو الثانية، شاركنا مع في الإمارات وفي البحرين. حلو. آخر مرة اشتركنا في البحرين أخذنا البطولة. ما شاء الله، جميل. إن شاء الله. إيه. مبروكين. مثل ما قال نايف، يمكن إحنا العنصر الشبابي نشوف فيهم وايد اسماء، محمد الخنجي، محمد سعدون، جبر، احمد عبد الله، وفي تغطيه في النهايه بعدين، وفي تغطيه من خلالهم، لكن العنصر النسائي ما شفنا يعني شوفي احنا تسليط هذا الضوء عليهم اعلاميا. شوفي احنا في الاول وفي الاخر مجتمع محافظ جدا، فاتوقع يعني ظهورنا مثلا في الاعلام اني انا كلاعبه ممكن بتشوفيني بالزي المحترم او ان الزي المناسب، ولكن ما اقدر اطلع انا بزي الرياضي واقدر اتكلم وتلاقين التصوير معقول. نعم. ويصير في بطولات كانت تصير في الكويت ودنا نشارك فيها، بس البنات ما يقدرون يشاركون فيها لانه هو مفتوح، يعتمد على حسب العادات والتقاليد والثقافة. يعني في الأردن صارت، في لبنان، في مصر صارت، بس صعب أن أنت تشاركين فيها إن غير أن أنت تكونين لابسة يعني محتشم. لكن بالعكس إحنا كوزارة الشباب سلط الضوء بصراحة على البنات، يعني مهتمة فيهم، تراعي بطولاتهم، تحاول تشاركهم في كل هالبطولات. بس أنت تعرفين إحنا مجتمع محافظ، فهاي الشيء يعني ممكن يعني يخلينا ما لا يسلط علينا الضوء بذيك الدرجة مثل الشباب. وإن شاء الله بصراحة أنا متفائلة ببنات المنتخب إنه يعني يوصلون لمراكز جميلة إن شاء الله. طيب أختي شريفة، يعني اليوم شركة ترتيب مختصة أو مجالها في الفن والثقافة، لكن تجهيزاتكم وتنظيمكم لمثل هذه البطولات الرياضية، هل في بعض الفروقات أو الاختلافات أو صعوبات ممكن يعني تشوفونها في مثل هذه البطولات الرياضية عن مثلا بعض الفعاليات الفنية والثقافية؟ هي بالعكس هي أسهل من باقي أي أو مقارنة بأي فعالية نقوم بها. هي أسهل من ناحية التنظيم، أسهل من ناحية احتكاكك مع اللعيبة والجمهور الموجود. ودائما الرياضي يعني يكون مهتم فقط في هدفه، فما ما يهتم في بالشكل الخارجي، كيف الديكور ولا هذه. احنا طبعا في الاول وفي الاخر يهمنا الشكل العام ونجاح البطوله، من الدعوه، ابتداء من الدعوه الى انتهاء بالموقع والمكان والجمهور والجائزه والى اخره. لكن انا اشوفها اسهل بصراحه تنظيميا من غيرها. في متطوعات من اللعيبة حابين أنهم يشاركون معنا في التنظيم، سواء من ناحية التحكيم أو رصد النتائج، في التكريم، في الأمور الثانية. فبالعكس إحنا ما نلاقي فيها، إلا بالعكس نلاقي فيها تعاون أكثر وعلاقات تتوطد بين اللاعبات وبيننا وبين المراكز الشبابية وبيننا وبين الوزارة.
شريفة، بعيد عن تنظيم وترتيب للبطولات الرياضية، احنا شفنا ترتيب في مجال الفن، في مجال الثقافة، ايضا شفناه في معرض رويحة اللي سوى ضجة كبيرة في مجال معرض للعطور، لكن عدم استمراريته، ليش؟ هو خليني اقول لك، بدت رويحة أو ترتيب هي أول من نظم معرض عطور في قطر. اللي نظمناه هو كنا إحنا صراحة بدينا فيه في مشارب. حلو. كان الهدف منا إن إحنا كخليجيين متعارف عندنا الطيب. نعم. البخور، ودائما يقول لك يعني، وحتى اختياري لكلمة رويحة هي لما تقعدين مع يدتك او مع يعني حد كبير فقوش رويحة اليانة، يعني حتى الحنة قوش رويحة اليانة، فكلمة رويحة انقرضت. هي مش الرائحة المركزة كثر ما انت رويحة من كل شيء، فانا رويحة من البخور، من العود، من العطورات، من دهن العود، فبديناها في مشارب بحيث ان هي تناسب الثيم والاسم والمكان. شفنا لها اصداء حلو، كملنا فكرتنا ومشوارنا في كتارة، وهم بعد لقينا الإقبال. ثالث سنة سويناها هم بعد في كتارة لقينا الإقبال، لكن أصبحت بعد الكورونا قلت الاشتراكات فيها، صار الموضوع شوي برد. بنفس الوقت توفر الموضوع بشكل كبير، فصار عند الناس تشبع. جميل. طيب انا برجع لرياضه البادل اختي شريفه. حب هالهو انت لانا رياضي. لا انا رياضي بس ما امارس بادل يعني. لازم اجرب. جربتها لكن يعني مو بصوب رياضه البادل شوي، اكتشفت ان عندي امور يعني رياضه ثانيه. عندي الترايثلون اللي هو يعني اليوم في السباحه والجري والدراجه الهوائيه. ما شاء الله. فسؤالي لك بالنسبه لي اليوم، انتم يعني اقمتوا العديد من البطولات، لكن هل تقومون مثلا او هل عندكم شراكات او تعاون بالنسبه للبنات الصغار اللي هم حابين ان يدخلون ويتمرنون ويتعلمون اكثر على رياضه البادل؟ هل توفرون مثل هذه البرامج التدريبيه او مستقبلا ممكن تسوون هذا الشيء؟ خاصه ان في اقبال كبير يعني بما ان انتم تتكلمون عنها. شوف انا يعني لو انا عندي الامكانيه ان يكون عندي ملعب خاص فيني او نادي خاص فيني أو مدربين تحت سيطرتي أو تحت إدارتي، أنا ممكن أقدم هذه الخدمة، ولكن أنا يعني مش مالك لهذه الرياضة أو واو. عندي فيها أي بزنس متخذ فيه. نعم. أنا مجرد هاوية أو مجرد شخص حاب أنه يدعم اللعيبة واللعبة، ويكون بطولة من سنة لسنة أو مرتين ثلاثة أربعة في السنة، مو لدرجة أن أنا أكون يعني أتخصص بهذه الأمور. في مثل ما قلت لك في نوادي متخصصة، في أماكن متخصصة، لكن أنا ودي أنوه عن شيء. تفضلي. وأنا ما أدري هالشيء راح ينخ ضدي أو معي. تفضلي. المبالغة في الأسعار. يعني أنا عشان أدرب ولدي أدفع في الحصة 400، وأنا كم مرة في الأسبوع بودي؟ قولي ثلاثة أيام أو يومين. حتى يعني الصالات لما نأجرها، يعني مثلا انا باجر الملعب ان نروح انا وربعي مثلا نلعب، بعد ايضا السعر مبالغ فيه. المضرب يعني شوفي يعني هو السعر مقارنه بالدول الاخرى شبيه او قريب منه، وساعاتي صادف انت اقل من برا، بس انا اتكلم في الشيء اللي بيدي، يعني كملعب غالي، كمدرب غالي. بس هني ممكن يعني انا مش دفاعا عنهم، ولكن ممكن يعني هم يجون يقولون ان اليوم في اقبال، وحتى فعلا لو ندخل على التطبيقات اللي موجوده على اساس ان احنا نحجز هذه الملاعب، ولكن ما في الحجوزات فل، فهذا ممكن يكون سبب طبيعي ان الاسعار احيانا عند البعض يكون نوعا ما مرتفع. ومن جانب آخر ممكن الفاسيليتيز أو الخدمات اللي موجودة في بعض الأماكن، أوكي لما السعر يكون في مرتفع شوي، فهذا نوعا ما أنا أقول أوكي، لأن في خدمات في فاسيليتيز فممكن أنا أدفع شوي زيادة. لكن نرجع لكلامك، وإحنا نأكد على كلامك، إحنا نطالب يعني البعض أو اللي هم عندهم أو اللي هم موجودين في هذه
الرياضة أنهم باللي يقدرون عليه أنهم يعني الأسعار هذه تكون متناولة عند للجميع، بحيث أن في النهاية هذه رياضة وفي إقبال كبير على هذه الرياضة، رياضة البادل، بحيث أن نعطي فرصة أكبر لعدد أكبر من الأشخاص أنهم يمارسون الرياضة. أنا أحب أنوه أن في بصراحة يعني نوادي تسوي لك نظام الاشتراك، الباكج معين، مثلا 3 مرات في الأسبوع مع مدرب مع الملعب يوصل لك المبلغ كذا، بس يعني المبلغ ممكن ينقص عن المبلغ الطبيعي 50 ريال أو 100 ريال بعد نظل إحنا في الرقم، ما أقدر أشرك ولدي طول الأسبوع. صحيح. أنا بس ودي هالنقطة أنه يعني شوي نلفت الانتباه أكيد. عليها أكيد. في مركز جديد أو نادي جديد اسمه الميدان، الميدان الحين قاعد يقوم أنه هو في اتفاقية ما بيناتنا أن إحنا راح يعطينا مثلا مرة أو أسبوع في الشهر مجاناً، بحيث أن جميل. إحنا نسوي بطولات مجاناً للبنات. جميل. فهذه بادرة طيبة منا جداً. أي فإن شاء الله راح تتم الاتفاقية خلال هالشهر إن شاء الله. شريفة الساعي، ألف ألف شكر لوجودك، نتمنى لك التوفيق بإذن الله، وإحنا بانتظار المزيد من الأشياء الجميلة اللي دائماً تنظمينها وتفاجئينا فيها. الله يسعدك، إن شاء الله إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. وأشكركم على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله البطولات الجايه بتشاركون فيها باذن الله ان شاء الله. واكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه. احنا مستمرين معكم مشاهدين الكرام، ولكن الى موضوع اخر، حيث الاقبال على الزيارات العائليه للمزارع القطريه واجواءها الطبيعيه المميزه وانتشارها في قطر. تفاصيل اكثر نشوفها معكم في هذا التقرير، نرجع. كعادتها وككل عام، مع اعتدال الأجواء المناخية وعلى أبواب فصل الشتاء، تصبح مناطق البر والمزارع في قطر محط زيارات وإقامة للعائلات لما توفره من أجواء طبيعية ساحرة. عديدة هي المزارع في قطر التي تحولت إلى معالم سياحية ومقصد للزوار، يمتزج فيها أعبق التاريخ مع تراث الآباء والأجداد. هذه المزارع تفخر بالحفاظ على التراث الثقافي للبلاد من خلال المتاحف والأشجار المحلية ووجود تشكيلات مختلفة من الحيوانات، بما في ذلك المها العربي والنعام واللاما والإبل وغيرها. وتوفر المزارع في قطر تجربة فريدة بأجواء بيئية، حيث الحياة البسيطة التي تعتمد على الطبيعة في كل شيء لتوفر وجهة سياحية مستدامة وبعيدة عن أجواء المدن. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، وإلى موضوع آخر ومهم كذلك، حيث اكتسبت مزرعة سدرة الشمال شهرة واسعة على مستوى المحلي وعلى مستوى مجتمعات الخليج العربي، وأصبحت وجهة خاصة للعائلات والسياح. تمثل المزرعة الوجهة الأولى للسياحة الزراعية في قطر، كما تفخر المزرعة بالحفاظ على التراث الثقافي للبلاد، فبالإضافة إلى ما يتمتع به الزائر بفرصة فريدة لرؤية الثقافة المحلية في مكان واحد. فقد تم افتتاح أول كافيه في مزرعة سدرة الشمال ليوفر لجمهور الزائرين متعة أخرى، وهي وجود أول كافيه بالمزرعة. للحديث أكثر حول الكافيه والمزرعة راح يكون معنا السيد عبد الله الكعبي، المدير التنفيذي لمزرعة سدرة الشمال. بداية حياك الله معنا أخوي عبد الله، وسعيدين بتواجدك. واحنا يعني اليوم الحديث راح يكون عن مزرعة سدرة الشمال، وبالإضافة إلى الكافيه اللي موجود. الله يحييكم، وأنا بعد الأسعد على ظهور على شاشتكم، ورحب فيكم. حياك الله. أخوي عبد الله، من الأسبوع اللي طاف
شفت صديقاتي رايحين زيارة إلى سدرة الشمال. للأمانة أنا للحين ما رحت، لكن لفت انتباهي فعلاً الكافيه، القعدة الحلوة، الكيك اللي كانوا مصورينه. أهم شيء بالموضوع الكيك والقهوة. فكنت أسألهم عن الكافيه بشكل عام، قالوا لي وايد حلو والقعدة حلوة والمكان جميل، إحنا نبي نتكلم عن هالكافيه. الله يسلمك. هو الكافيه جات فكرته أن ما عندنا هالشيء موجود نوعاً ما في قطر، نبي شيء مميز وفريد. المساحة كانت جداً يعني واسعة وخضراء، وإحنا يمكننا نتمشى حتى في خلال أيام الأسبوع دائماً نحس براحة. الإنسان عموماً في الطبيعة يشوف الخضار ويشوف الشجار وكذي، يعني يكون قاعد ومستمتع. فقلنا ليش ما نعطي فرصة حق الزوار أن يعيشون هالتجربة هذه اللي إحنا قاعدين نحسها ونلمسها معنا بشكل مستمر. فمن هنا جات فكرة القهوة، وفعلا خذينا زاويه معينه. احنا قاعدين نشوف معاك هذه اللقطات موجوده يا عبد الله. والله انا ترى توني الحين ادري. لا المكان وايد حلو نايف، لازم تودي عيالك. ضروري والله. لا لا ان شاء الله بتستمتعون. وفي الفكره ان تكون قاعد يعني في المزرعه وتاخذ فكره عن المكان. جميل جميل. طيب بالنسبه لي يعني اوقات الزياره اخوي عبد الله، هل في أوقات معينة؟ هل الأوقات هذه تختلف في الويكند عن الأيام الأسبوع؟ هو حالياً إحنا عندنا الكافيه نفسه يفتح خلال أوقات المزرعة اللي هي جمعة وسبت من الساعة 12:30 الظهر لين الساعة 8 بالليل. في بعض المخططات أنه ممكن في المستقبل نزيد يوم إضافي حساس أن الناس اللي حابة أنه تجي مش في وسط الزحمة أو أي شيء شي ثاني، أو حق حتى يعني أنه تقول والله أنا بأجي مثلاً يوم الخميس مثلاً. موجودة الخطط، إن شاء الله نشوف إذا بنقرر نفتح نمشي قدما في الخطة إن شاء الله. بالذات إن إحنا الحين الأجواء جدا جميلة، فالناس حابة طول الأسبوع أصلا تطلع وتروح مثل هذه الأماكن. لكن شو اللي يميز هالكافيه عن باقي الكافيهات؟ يمكن في كثير من المطاعم داخل المزارع مثل حينة سالمة أو المزرعة الثانية ما هي يحضرني اسمها، أيضا في كوفي شوب، لأني أنا صورت أكثر من شغلة هناك. ففي مطاعم وفي قهاوي، شو اللي يميز هالقهوة؟ انا اشوف من وجهه نظري ان حق الكافيه الموجود عندنا اولا اللوكيشن ماله، الموقع ماله حلو، زاويه الرؤيه اللي انت قاعد فيها، عندك امتداد بصري حق الاشجار وهالاشياء، فهاي شيء وايد حلو حق الزائر. هذا رقم واحد. اثنين، احنا عندنا كثير من الحيوانات البريه اللي موجوده، تشوف مختلف. عندنا الطواويس تدور تتمشى قدامك، عندك الحمام، عندك العصافير، فتعطيك بيئه يعني نظره متكامله عن انك كانك قاعد في مثلا في غابه او في يعني مزرعه وتتمتع بتجربه القهوه. انا يعني ابغى اعرف سبب اختياركم لهذا الاسم، اسم حق الكافيه، من وين جت الفكره؟ او هل مثلا يعني معنى معين انتم؟ هو الفكره كانت ان يعني الاسم يكون يدل على هويه القهوه، فكان ان نبي نسميه حقل العربي وفيلد بالانجليزي، بس قلنا ان لا، لازم نخلي حقل بالعربي والانجليزي احساس لما ينه الزائر يقول يتعلم معلومه جديده ان شنو معنى كلمه حقل معناتها فيلد. ف يعني ياخذ له فكره اكثر. جميل. بما ان انت المدير التنفيذي للمزرعه، خلينا نتكلم عن المزرعه بشكل اوسع. شو اللي يضم المزرعة من أقسام؟ بالإضافة إلى، خلينا نتكلم عن القسم الأول، الأقسام اللي في المزرعة. إن شاء الله. إحنا عندنا المزرعة تقسم تقريبا لثلاث أقسام. عندنا القسم الأول هو القسم المتحف القطري، مصمم بطريقة معينة بحيث أن الزائر يقدر يمشي على تاريخ قطر سابقا. يعني من الدش انت خصوصا السياح اللي ما عندهم فكره عن تاريخ قطر، الدش وتمشي في تاريخ قطر، تشوف البيت القطري القديم، غرف هالقطر قديما، الحوش في الضحى شلون كان، صوره واضحه حق الفي الضحى كيف كان، المهن اللي كانوا يمارسونها اهل قطر قديما، فتعطيه نبذه كامله عن تاريخ قطر. هذا كان القسم الاول. القسم الثاني عندنا اللي هو حديقه الحيوانات المصغره، فهالقسم يتسنى للزائر والأطفال، إطعام الحيوانات، لعب مع الحيوانات، ركوب بعض الحيوانات منها الحصان البوني والجمل. ف
وهذا بالنسبة حق القسم الثاني. القسم الثالث اللي هو قسمي أنا شخصياً المفضل، اللي هو قسم قطف الخضروات والفواكه عندنا. فيعني يجون العوائل وكذي ويقطفون مختلف أنواع الخضار إن شاء الله، وعلى أسبوع أو أسبوعين بالكثير بنبلش فعالية قطف الفراولة، هي نوعاً ما هي رقم واحد عندنا في المزرعة، الزوار دائماً يجون يسألون عنها إن شاء الله. جميل جميل. طيب أنا ودي صراحة أسألك عن جودة القهوة. عادة يعني إحنا الكافيهات كثيرة عندنا، صحيح. ولكن يعتمد أو يختلف من قهوة إلى قهوة بحسب جودة القهوة. بالنسبة للكافيه اللي موجود عندكم، على أساس بس أني أتشجع، أنا خلاص يعني نويت أني أجيكم وأزوركم، لكن على أساس أني أتشجع أكثر، جودة القهوة اللي عندكم هل أنتوا حرصتوا أن يعني لما جيتوا فكرتوا أن أنتوا تفتحون الكافيه أن الجودة تكون عالية، سواء كانت من المنتجات المشروبات أو الأمور الثانية؟ طبعا إحنا بالنسبة حق جودة القهوة، يعني القهوة نفسها كان عندنا رقم واحد أنه تكون تحميصها في قطر وفرش، أنه ما نجيب شيء مستورد من الخارج، بحيث أنه يعني من يقدمها حق الزائر تكون توها طالعة من المحمصة وجاهزة وفرش. طبعا كحالنا كان حال أي قهوة ثانية تجربة ونشوف كيف إيش اللي يمشي. جميل. المنيو، أنا القهوة وايد أحبها، منيو القهوة شنو تقدمون بالإضافة إلى المشروبات؟ الحين عندنا طبعا القهوات الإسبرسو كلها اللاتيه، أيه. وهذه معروفة، إن نقدم القهوة العربية بعد موجودة. جميل. أنواع الشاي مختلفة، في عندنا ستاند الأفترنون تيم سوين. حلو. أيوة. وفي أنواع مختلفة من الكيك، الكيك المربع اللي تكلمتي عنها. الكيك المربع. أنت هذه اللي كنت تبغي توصلين له. الكيك المربع. هي البس. لأن أشوفها دائما يصورونها في السوشيال ميديا. فدائما أشوفهم يصورون الكيك المربع. هذه. وأنا أول ما أوصل مكان إذا جديد دائما أسأل شنو أفضل شيء تقدمونه. البسلة. لا لا. best of the best. أنا أقترح الكيك المربع. طيب أخوي عبد الله، يعني اليوم اكيد انتم قبل ما تجون وتفتحون هذا الكافيه درستوا السوق واحتياجات السوق، بحيث انه صح انتم اليوم الكافيه هذا صار يمكن اول كافيه في مزرعه عندنا، ولكن هذا ما يمنع ان انتم سويتوا دراسه وعلى اساس ان انتم تفهمون احتياجات السوق. هل قمتوا بهذا الشيء؟ طبعا اول شيء كنا يعني لازم ننظر لها من كذا ناحيه. الناحيه الاولى هي نهايه الموقع نفسه، يعني لو نفترض ان هذا الكافيه نفسه احنا بطلناه مش في المزرعه، ما كان راح يلقى الرواج او النجاح اللي الحين قاعد يلقاه. فكان العامل الاساسي موقع المكان. فانه لازم تكون انت منفرد، تعطي يعني اضافه حق الزائر ان انا جربت شيء جديد. فكان انا بالنسبه لي العامل الاساسي كان عامل الموقع. جميل. باقي الاشياء طبعا ممكن نقول احنا على مستوى واحد مع باقي الكافيهات من ناحيه نوعيه الاشياء اللي يوفرها. جميل. وين مكانكم عبد الله بس على اساس ان احنا نذكر المشاهدين؟ احنا مزرعه سيدره الشمال موجوده بغشاميه شمال قطر. طبعا موجود موقعها في اللوكيشن، اي حد يكتب اسم مزرعه سيدره الشمال على طول يطلع له، بس هي شمال قطر. واضح. مفتوحه طيلة أيام الأسبوع؟ لا، جمعة وسبت. جمعة وسبت بس؟ أيوة. من الساعة 12:30 الظهر للساعة 8 بالليل. جميل. أكيد كل توفيق لكم أخوي عبد الله الكعبي، المدير التنفيذي لمزرعة سدرة الشمال، وبإذن الله راح نزوركم قريب. يا مرحبا، تنورونا وتشرفونا. الله يسلمك. الله يسلمك. ننتقل إلى مدرسة أحمد بن محمد بن حنبل مع عبد الرحمن العمادي، موجودة هناك. خلينا نشوفها. صباح الخير عبد الرحمن. سعد الله صباحكم زملائي في الاستديو، وصبح على الساده المشاهدين وانما يتابعونا عبر شاشه تلفزيون قطر. اليوم متواجدين في مدرسه احمد بن حنبل الثانويه للبنين، راح نتعرف على الملتقى الخاص اللي مسوينه للجامعات. طبعا يعرفون الطلاب بالجامعات وايضا الاماكن اللي ممكن ان يقدمون فيها الوظائف يتعرفون عليها. راح نتعرف اكثر عن هذه الفعاليه وهذا الملتقى مع مدير مدرسه احمد بن حنبل السيد أو الأستاذ أحمد الرحيمي، راح يكلمنا عن هذا الملتقى. سعد الله صباحك بداية. في البداية يعني نشوف العديد من الأقسام والجامعات اللي موجودة في هذا الملتقى، نتكلم بشكل عام عن هذا الملتقى. يا هلا مرحبا فيكم في مدرسة أحمد بن حنبل.
طبعا هذا الملتقى يفيد الطلاب بشكل واسع، لان فيه عده جامعات وجهات حكوميه موجوده في ملتقى واحد، فحريه اختيار الطالب للمكان او الجهه اللي هو يبغي يروح لها في نهايه السنه او الجهه اللي يبغي يروحها بعد الثانويه العامه، سهل انه يعرف اختصاصات اللي هو يرغب فيها، في نفس الوقت الشروط اللي تحتاجها الجامعه او الجهه الحكوميه او اي مكان اللي هو يرغب فيه اللي يروح له، فتسهيلا لهم هم في مكان واحد، بدل ما يروح الطالب يدور في الاماكن معينه او مش عارف وين، هنا كذا اختصاصات، يعني قد عندك مثلا قطر للطاقه، عندك مؤسسه حمد الطبيه، عندك جامعات عالميه، وعندك جامعه قطر، وعندك جامعه كليه المجتمع، كلها في مكان واحد، وهذا سهل للجمهور. يعني لو نتكلم اليوم شفنا عده جهات مشاركه في هذا الملتقى، تقريبا كم جهه مشاركه اليوم عندكم؟ اليوم فضل الله تعالى 30 جهه موجوده بين حكوميه وبين جامعات خاصه وغيرها. ما شاء الله 30 جهة متواجدة في مكان واحد، تعرف الطالب عن خلنا نقول الوظائف اللي موجودة، عن الاختصاصات اللي عندها. اليوم دوركم أنتم كمرشدين كموجهين للطلاب، شنو هي الرسالة اللي توجهونها للطلاب لما تجيبون مثل هذه خلنا نقول تسوون هذه الفعاليات وهذه الملتقيات عندكم في المدرسة؟ طبعا الطالب احنا نوفر له سبل الراحة، يعني بدال ما هو مثل ما قلت لك في البداية انه يروح يدور أو إنه في حيرة في إيش التخصصات اللي يرغب فيها سواء علمية أو أدبية، هي تكون في مكان واحد، يعني يذهب للجهة أو يروح للجهة ويختار المكان اللي هو اللي يبغيه من البداية، وعارف إيش الشروط المطلوبة. طبعا هناك شروط عندهم آيلز أو غيره مثل الأمور هذه، يعرف الريت كم لازم يجيب عشان يدخل في أي تخصص ويرغب فيه. يعطيك العافية أستاذ أحمد الرحيمي مدير مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، كل شكر لك. يعطيك العافية، جزاك الله خير. يعني نشوف ما شاء الله مشاهدينا عدة جهات اليوم، 30 جهة مشاركة في هذا الملتقى، راح نتعرف أكثر أيضا عن هذا الملتقى ودور المدرسة اليوم، وأيضا دور الشؤون الأكاديمية في هذا الملتقى مع الأستاذ عادل النجاوي نائب المدير للشؤون الأكاديمية. سعد الله صباحك. بداية يعني لو نتكلم عن هذا الملتقى ودوره، خلينا نقول شنو يقدم للطلاب اللي موجودين في المدرسة؟ يعطيكم العافية على الحضور. أولا كان المتعرف عليه أن كان الطلاب هم اللي بينتقلوا بأنفسهم لمقر هذه الجامعات عن طريق زيارات ورحلات منظمة للاستفادة بشكل مباشر، فتوفيرا للوقت وادخارا لوقت الطلاب داخل المدرسة، فكان الاقتراح وبتوفير هذه الجهات، وهي طبعا حوالي 30 مؤسسة وجهة تعليمية، جامعات ومؤسسات وخدمات تعليمية خارجية وداخلية، بحيث ان احنا نوفر لهم مكان للملتقى بحيث ان يضم جميع التخصصات والمسارات العلمية والأدبية. فبالفعل من خلال جدول مسبق وبالاتفاق طبعا مع إدارة التوجيه بوزارة التعليم، وتنفيذا ايضا لدعمهم وتوجهاتهم لادخار وقت الطلاب وعمل مثل هذه الملتقيات، دعينا أولياء الأمور، دعينا جميع الطلاب من خلال الجدول، لاحظت من خلال أسئلة الطلاب بالوعي الكبير جدا لأهدافهم التعليمية المستقبلية، أسئلة كانت مباشرة، إجابات كانت وافية بفضل الله، أخذوا بعض البروشورات والمطويات المفصلة لمتطلبات كل جامعة، متطلباتها مثل الايلتس والاي سي تي والسات على حسب طبعا كل متطلب كل جامعه. بفضل الله مدرستنا هنا يعني كانت تدعم المسار العلمي بشكل كبير، يعني احنا عندنا 8 صفوف، 7 صفوف منهم مسار علمي وصف واحد مسار ادبي، وهذا بيدعم طبعا يعني توجهات الدوله 2030 لتوفير الوظائف العلميه والتكنولوجيه في هذا الوطن العزيز. طيب اليوم نشوف الإقبال من الطلاب، شلون كان الإقبال من طلاب المدرسة على هذا الملتقى وهذه الفعالية؟ كانت الأولوية الأولى لصف 12 اللي هم مقبلين على الالتحاق بهذه الجامعات، فكان الأولوية الأولى لهم، فكان التوقيت من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 10:30
هذول كانوا فقط لطلاب صف 12 بجميع المسارات المتوفرة. ثم انتقلنا لصف 11 اللي هم الأقرب إن شاء الله بإذن الله، وسيتم أيضا توفير لهم ملتقى آخر بإذن الله السنة القادمة. فكانت الزيارة مفيدة في وجود كمان أولياء الأمور، أيضا كانوا حريصين خاصة أولياء أمور صف 12 على الحضور للاستفادة من هذا الملتقى. سيد عادل الأنجاوي نائب المدير للشؤون الأكاديمية، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم والمعلومات اللي قدمت. جزاكم الله خير، شكرا. يعني مشاهدينا اليوم نقول 30 جهة مشاركة في هذا الملتقى، تعرف الطلاب على الخدمات اللي تقدمها والاختصاصات اللي موجودة. يعني خلونا ناخذ كلمة من المشاركين والجهات المشاركة في هذا الملتقى. معنا سيد علي أبو كمال وهو أخصائي إرشاد وتوجيه في جامعة قطر، حياك الله معنا. الله يحييكم يعطيكم العافية ومشكنا على هذا الاهتمام. مرحبا. طبعا نبي نتكلم اليوم عن دوركم في هذا الملتقى وشنو اللي تقدمونه للطلاب اللي موجودين في المدرسه. احنا في جامعه قطر نحاول ان احنا نوضح جميع شروط الالتحاق للطلبه من ناحيه التخصصات المتاحه، شروط الالتحاق، مواعيد التقديم. وحقيقه واحده من يعني المعارض هذه تعتبر من اهم نقاط التواصل بيننا بين جامعه قطر وبين فئه طلبه المرحله الثانويه، خصوصا ان احنا نساعدهم قد ما نقدر ونوعيهم باختلاف الحياه الدراسيه والحياه الجامعيه ونسهل لهم امور التقديم للجامعات. يعني شلون شفتوا اقبال الطلاب ويعني اهتمامهم في خلينا نقول جامعه قطر؟ بشكل عام احنا نشجع ان الوعي بدا يزيد بين الطلبه واولياء الامور. هذا الشيء يرجع لجهود كبيره قامت فيها الجامعات الدوله وابتداء من المدارس الثانويه، واحنا معاهم يعني فريق واحد ان احنا دائما نوعي الطلبه باهميه المرحله الجامعيه. والاهتمام نفس ما قلت لك هو قاعد يزيد مع الايام، واحنا نحاول ان احنا نبسط للطالب هيبة أو يعني عدم معرفته بالحياة الجامعية. نحاول نحن قد ما نقدر نبسط له هذه الأمور من خلال الملتقيات، وهذه الملتقيات يعني مشكورين فيها إدارة مدرسة أحمد بن حنبل، تعتبر واحدة من أهم نقاط التواصل خصوصا لتوعية طلبة المرحلة الثانوية بالمرحلة الجامعية. يعطيك العافية سيد علي أبو كمال، وأنت أخصائي إرشاد وتوجيه في جامعة قطر، كل الشكر لك. شكرا شكرا على اهتمامكم، يعطيكم العافية. يعني شفنا جامعة قطر وغيرها من المؤسسات التعليمية اللي موجودة في هذا الملتقى اليوم. خلونا نغير ونروح ونشوف أحد المشاركين أيضا. معنا سيد محمد حسن المحمدي وهو من مبادرة لمسات حامية من مركز قطر للعمل التطوعي، حياك الله معنا وأسعد الله صباحك. الله يسعد صباحك وما قصرت والله، يعطيكم الصحة والعافية على هالزيارة تلفزيون قطر وشكرا لكم. أي والله. يعني اليوم نقول في هذا الملتقى العديد من الجهات المشاركة، لكن دوركم أنتم اليوم في هذا الملتقى شنو تقدمونه للطلاب؟ الله 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 الله، احنا نعرف الطلاب العمل التطوعي في مركز قطر، العمل التطوعي لأن العمل التطوعي هو الكل في الكل، والحمد لله رب العالمين. نعلمهم شلون يتطوع لأجل بلادنا، اي والله لأجل المجتمع، لأجل الإنسانية. نحببهم في العمل التطوعي، وأولا وأخيرا لأجلهم هم، لأن هذه حسنات. اي نعم، حسنات له سبحانه وتعالى، الله يقرسها في ميزان أعماله لما يقابل الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم تشوف لما تشوف الطلاب هنا اليوم مشاركين واهتمامهم في جميع خلينا نقول الجهات المشاركه في هذا الملتقى، شو تحب تقول لهم توجههم يعني رساله توجهها لابنائك اللي موجودين اليوم؟ الله الله الله، اقول لهم يا عيال ترى العمل التطوعي، لان الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلى حاجه في الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وادنى حاجه فيه اماطه الاذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هو العمل التطوعي. فالكل ما دام انتم شباب صغار فترسوا ميزان أعمالكم بالحسنات، لأن العمل التطوعي هو اللي الكل مهتم فيه، خصوصا بلادنا الله يحفظها. الحمد لله عندنا مؤتمرات وعندنا بطولات، والحمد لله احنا مقبلين على بطولة آسيا إن شاء الله شهر واحد، فعندنا أشياء وايدة. تطوعوا والله يحفظكم. نعم، يعطيك العافية سيد محمد حسن المحمدي من مبادرة لمسات حامية، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم. الله يسلمك. لمسات حانية.
شكرا. الله يعطيك العافية. طبعا مثل ما قال التطوع، العمل التطوعي مهم جدا، ونشوف اهتمام دولة قطر من خلال البطولات وتوعية المجتمع بالعمل التطوعي. ونروح لجهة أخرى، مؤسسة تعليمية وهي كلية المجتمع، نشوف شنو دورهم اليوم وشنو اللي يقدمونه للطلاب مع الأستاذ محمد خنياب وهو الإرشاد الأكاديمي في كلية المجتمع. سعد الله صباحك، يا مرحبا. صباحكم خير إن شاء الله. احنا طبعا دورنا اليوم نعرف الطلاب بالبرامج المطروحة في الكلية وشروط القبول والتسجيل، والحب ان وبلغناهم طبعا ان عندنا البرامج الجديدة اللي وقعناها تقريبا الأسبوع اللي طاف مع وزارة الأوقاف، برنامج الدعوة والعلوم الإسلامية، هو عن طريق منحة من وزارة الأوقاف، وعندنا بعد برنامج اللي هو عن طريق الجمارك بتعاون بين الجمارك ووزارة التربية والتعليم، يتم ابتعاث الطلاب لدراسة برنامج الجمارك وغير التخصصات الثانية الموجودة في المسار العلمي والمسار العربي الأدبي اللي في الكلية. اليوم أنتم كحرصكم كتواجدكم في مثل هذه الملتقيات، هل هي مثلا شنو تقدم للطالب؟ هل هي مثلا تفيده بدال لا يروح مثلا يمر على أكثر من جهة؟ كل شيء متواجد هنا في هذا الملتقى. اي نعم، احنا هنا دورنا تقريبا دور توعوي حق الطالب، ان نوعي بالبرامج اللي احنا نطرحها، ويعتمد في النهايه على الطالب هو شنو تخصصه وشنو ميوله اللي حاب يدرسه. طبعا الحين توجه الدوله دائما على التخصصات الهندسيه والطبيه والعلميه اللي هو الامن السبراني والذكاء الاصطناعي وهي كلها، فدائما نوجه الطلاب ان دخول التخصصات العلميه او التخصصات اللي تطلبها الدوله منهم. العافية، وما قصرت أخوي محمد خنياب الإرشاد الأكاديمي كلية المجتمع، كل الشكر لك. فيكم ما قصرت، بجزاك الله خير، يعطيكم. إذن يعني مشاهدينا شفنا العديد من الجهات، أكثر من 30 جهة تقريبا مشاركة في هذا الملتقى، ملتقى مدرسة أحمد بن حنبل للجامعات، تعرف الطلاب بالمؤسسات التعليمية وخلنا نقول الهيئات الحكومية وأمور عديدة متواجدة في هذا الملتقى، ونشوف إقبال كبير صراحة من الطلاب على جميع الجهات اللي مشاركة، يتعرفون على الأمور اللي موجودة في كل جهة. طبعا هذا كل اللي عندنا مشاهدينا من جامعة من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، وعودة عند الزملاء في الاستوديو. كل الشكر لك أخوي عبد الرحمن العمادي على هذا النقل المميز، وأكيد احنا نأكد على مثل هذه المعارض والملتقيات اللي له يعني دور مهم في تعريف و يعني توصيل مثل هذه المعلومات وأهمية التعرف الطلاب على البرامج في المرحلة الجامعية. يمكن احنا اليوم في حلقتنا سلطنا الضوء على الكثير من الموضوعات من خلال الإنجازات او من خلال الإنجازات على الصعيد الرياضي او من خلال الإنجازات في مجال البحث العلمي ايضا. كان عندنا ترفيه اليوم. نعم. ولين هنا نقول لكم وصلنا للختام، نشوفكم على خير ان شاء الله. We'll be right back.